كل خير ومحبة، تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في خامس أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع الخاص بالبكار اللقاية من مسافتنا 5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس، نسير ونبدأ بعد المراكز وننطلق هنا مع البداية. هنا وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري على البداية وعلى الانطلاق الأول، ثاني الأسماء وثاني الشعارات. هنا المنطلق على ثاني الأسماء، هنا المنطلق القادسية مبارك بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري، ثالث المراكز هنا السيلية حمد بن متعب بن حمد آل منخس المري، وفي رابع الانطلاق هنا منطلقة على رابع المراكز، هنا قادمة هو منطلقة الدوحة صالح بن ناصر بن صالح المري، وفي خامس المراكز هنا الشاهينية مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريد. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود مع البداية وجود تتواجد هنا على الانطلاق الأول حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري، ثاني الأسماء هنا السيلية حمد بن متعب بن حمد المنخس المري على ثاني الأسماء، ثالث الانطلاق قادمة هنا القادسية مبارك بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري، ورابع الأسماء الشاهينية مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة على رابع المراكز، خامس الانطلاق قادمة هنا منطلقة مهابة صالح بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك هنا على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية للخمسة المراكز المنطلقة. أرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة ترقبوها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. أعود مع اللي غيرت الله يا الشاهينية، الشاهينية مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة هنا على الانطلاق الأول رقم واحد، وهي المنطلقة على الرقم الأول والرقم الواحد. هنا الله يا مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة، ثاني الأسماء هنا شعار المنخس قادم مع السيلية حمد بن متعب بن حمد المنخس المري، وفي ثالث المراكز شعار بن دلموك قادم مع مهابة صالح بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك، رابع المراكز وصلت هنا المتحدة عبد الله بن بجاد بن عبد الله الهاجري على رابع المراكز، خامس الأسماء هنا المنطلقة القادسية مبارك بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري، لكن حصل تسلل هناك على خامس المراكز. عنوان قادمة بشعار راشد بن صالح بن حمد الدعبة النابت على خامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الناقلة لأحداث وتحديات هذا الصباح وهذا المهرجان. نعود مع البداية، الشاهينية مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة هنا، ركز التركيز مطلوب، أرى الأسماء وأرى شعارات قادمة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. هناك عنوان قادمة بعنوان الناموس راشد بن صالح بن حمد الدعبان نابت، ثالث المراكز شعار الهاجري قادم مع المتحد عبد الله بن بجاد بن عبد الله المنيف الهاجري، وفي رابع المراكز بن دلموك قادم مع مهابة صالح بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك، خامس المراكز السيلية حمد بن متعب بن حمد المنخس المري هنا على خامس المراكز. بدأت الشعارات بالتقدم والظهور
بنجار الله. أعود مع الشاهينية مشعل بنجار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة لكن الهاجري هناك مع المتحد عبد الله بن بجاد بن عبد الله الهاجري ولكن الله يا عزة عزة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يغير العتيبي هنا مع الانطلاق الأول مع البداية هو مع الناموس أجواء الكيلو متر الأخير الله 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 هنا عزة عزة هنا سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي ولكن الشاهينية مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة لكن الاسم القادم الله 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 هنا المنطلقة على ثاني المراكز وغيرت إلى الصدارة هنا فخامة أو سمحة سمحة حمد بن غافل الجحافي الجحافي ورشعر بن قريع غادم مع فتنة حمد بن جابر بن علي البريدي المري ولكن البداية البداية والخمس المئة متر الأخيرة الجحافي على الانطلاق الأول وهناك شعار بن قريع الله الله سمحة سمحة وفتنة سمحة بشعار الجحافي فتنة هناك بشعار حمد بن جابر بن علي البريد المري لكن الجحافي الجحافي مع الانطلاق الأول مع سمحة فتنة من الجانب الآخر الله 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 سمحة 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 أبناء السلطنة أبناء السلطنة هنا مع سمحة حمد بن غافل الجحافي الجحافي والسلام هناك إلى ميدان الأبيض سلام عمان سلام سلام أهالي السلطنة سلام سلام ميدان الأبيض سلام أسعد الله صباحكم تهانينا والناموس الحمدان بن غافل الجحافي وفي ثاني المراكز ثاني المراكز فتنة حمد بن جابر بن علي البريد المري وفي ثالث المراكز عزة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي وفي رابع المراكز والشاهينية مشعل بن جار الله بن سالم مسعود بو شريدة وفي خامس المراكز أتت هنا خامسا جود بشعر صالح بن حمد بن محمد بن نوره المري مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان نهني مالك سمحة حمدان بن غافل الجحافي تهانينا والناموس ولحظة وصول سمحة إلى خط النهاية والتوقيت الزمني ونهني أيضا أهالي ميدان الأبيض ونهني أيضا حمدان بن غافل الجحافي التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 7:37 وجزئين من الثانية فتهانينا والناموس لحمدان بن غافل الجحافي ثاني المراكز آتت فتنة والتوقيت الزمني 7:37:06 أجزاء من الثاني ونهني حمد بن جابر بن علي البريد المري وفي ثالث المراكز آتت هنا عز أو عزة والتوقيت الزمني 7:42:07 أجزاء من الثانية نهني سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.